اهلا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ جماعه حاليا موجودين في هاواي. طبعا مو جاهز، بروح حق القايد الحين. الإضاءة اوكي. شوف شوف الناس وناسة صيد. رايحين للشخص اللي راح يودينا اليوم الجبل العظيم ان شاء الله. شحنت كل شيء، الكاميرات وهذا هو هذا اوتيلنا. هذا القايد. هلو هلو، هاي. How are you? Good man, how are you? Good good good. طبعا انا جايب الجوتي هذا، بس هو عنده البوت مالي. هذا هو، هذا اللي راح نلبسه اليوم. عجيب، خليته من محل الكويت، ما ادري ايش اسمه، بس قوي. خلينا نشوف. Do you have the mosquito spray? I wish if not we're gonna like pass somewhere to get one. We can pick one up. Yeah? Yeah. Perfect. وصل دائما متاخر، يعني جايب لي ماسك عشان يرجع لي. عطني هاي براحتك اياه. الحين رايح مكان اسمه كانيون، وبعدها رايح الجبل اللي خلاني اجي هاواي اللي هو نابالي. الجبل هذا خيالي بشكل مو طبيعي. الحين بوريكم صوره، اول فيديوهات شوفوا شكل الجبل الخيالي. بننزل هني لان المكان خيالي واللايتنج عجيب. شوف المكان الخيالي، تكفون شوف الجمال. رسمه رسمه ما شاء الله. عادي فجأة كذي يصير في مطر، تو الجو خيال، فشي طبيعي. وصلنا الجمعية طبعا للحين نلبس ماسك. بروح اشتري شيء حق الموسكيتوز القارص البعوض، ضروري جدا بالاماكن هذه لان كل مكان فيه موسكيتوز. هذا بوكي تكفى. يلا. العجيب هذا ساعدنا عشان نطلع السبراي اللي احتاجه قبل لا اروح حق الجبال. خلينا نشوف وين نلقاه. Alright, here we go. هذا حق الموسكيتوز. Thank you so much. شنو ناخذ الحين؟ اي واحد هذا؟ كوكونات شكله حلو. ما له شغل حلو، ما له شغل. تكفى ما له شغل. Biting inside. Have you tried? Yeah, have you tried? But I will finish it. So just get some more. You need that much? Yeah, it's me. We have 2 days. They have all 10 mosquitoes. راح اخلص واحد انا بروحي. I'll get two. Just two? Yes. Well, I'm not giving you anything. ما راح اعطيك شيء. بس لي خليت هذا. قاعد ندور ساندويتشز. بس لازم يكون شيء فريش حار.
عشان سالم ما ياكل بارد. ما احب الساندويتشز اللي داخل الثلاجه الباردين، ما احبهم. لقينا الساندويتشز. شوف هذا بارد، هذا تشيكن، هذا هام، خنزير. خنزير، هذا تشيكن، خنازير. ناخذ هني في هوشه صايره. زين هذا باردين تبي؟ لا ما ابي بارد. لقيت هذه التشيكن. تركي ساندويتش؟ بس كنا نقول الشكل هذا. يلا يلا أبيها تركي. تركي ساندويتش دائما. باخذ هذه. قالت لي لازم تروح تشتريها وبعد ما تشتريها تعال لي أنا أحط لك إياها. فخلنا نشوف. هذا الكورنر فيه تشيكن وعيش حار. فا. هذا بيف. بيف. لا فرايد تشيكن. سوشي، كل شيء موجود هنا، بس ما بيهم باخذ هذه. درا. لا هذه تعال. معلومة عن حسين، بس ياخذ الأشياء اللي هي من الكاشير. لا حد يشوف الرقم. لا حد يشوف الرقم، بس للحين نستعمل ترى الشيب حق طايقنا أكثر شيء أو التاب. التاب. Thank you so much. يلا let's go. I'm going to go to the house. ما فيها ولا شيء، بس تيرك ساندويتش. جيت مات المقصف قبل مات مات رسل. It's raining because it gets raining up here. The higher we go, the more rain it gets. لون الشارع مو طبيعي، والتراب هذا الأحمر اللي صار من البراكين لونه حيل أحمر، حتى الشارع صار لونه أحمر. الشوارع شوف الوناسة. كشخه. شوف هذي حتى اللي فوق الجبال واصلين مسببين زحمة. شوف الناس ناطرينهم. Is he still there? No, he left. You're good to go. شوف هذي واحدة ثانية. وصلنا إلى واحدة من الباركس اللي عندهم هني. فطلع لكم اسمها، هذا اسمها. شوفون. وأيامي كانيون لوكاوت قاعد يدفع حق المصافط. يا جماعة شنو هذا الجمال، شنو هذا، ما شاء الله. شوفوا الجمال، خيال، ما شاء الله. شوفوا الكانيون هذا والوادي اللي موجود قدامنا متكون صار له تقريبا أكثر من 5 ملايين، ومتكون من اصل البركان اللي كان موجود هنا، وهو اللي طيح وهو اللي نحت بين الصخور وبين الجبال هذه كلها، وكون لكم هذا الشيء. وهني حاطين ما شاء الله الحين مطر قوي، مو قوي يعني رذاذ، بس شوفوا الجمال يا جماعه، خيال. القايد يقول لازم نغير ونلبس جواتينا مالوت الطين والهايكينج، فأنا بلبس جوتي هذا
غابة غابة الوضع. صار لنا تقريبا ساعة الحين قاعد نفتر من مكان لمكان عشان نلحق على الشمس، لأن قاعد تطلع لنا شمس وبعدين مطر. فخلنا نشوف المكان هذا قاعد يقولون عنه عجيب، خلنا نشوفه. أخيرا بلو سكايز تبين؟ تبين. صار لك قاعد نفتر ساعة، تقول لي ماشي 12 ساعة ماشي أو موقف موقف 12 ساعة ماشي شو 12 ساعة. خلنا نشوف. أحب أحلف لكم والله العظيم أن هذا أقوى مكان مر علي بحياتي، شيء خيالي، شيء مو طبيعي. لازم هذا شرينا توه من الجمعية، لازم على طول. شوفوا وين بنص الغيم فوق الجبال، شوفون هذا غيمه ترى، ها شوف داخل الغيم، شوف الجمال. شنو هذا؟ اوبا بغيت اطير. شوف الجمال، اسمع الاصوات، غابه. يا جماعة توا شفنا أحلى سانست بالحياة، قسما بالله شيء مو طبيعي، ولا بحياتي شفت نفسه. شوفوا الجمال تكفون، شوفوا الجمال، شوفوا السانست الخيالي هناك. أوه الجمال. بس السالفة مو هني، السالفة ان برد مو طبيعي وما معانا لا جاكيتات ولا شيء. بسرعة بسرعة تكفى بسرعة بسرعة، قسم بالله برد. عطني عطني ليتس جو. شو صار من جنبه؟ من؟ الصعدات والنزلات. برد والله حيل بس حتى ما خلصنا السانسيت.